في بداية الجلسة أمر المستشار رئيس المحكمة بإخلاء القاعة من كافة المحامين سوى محامي طالب الرد، وتم إخلاء القاعة بالكامل، واستمعت المحكمة لمرافعتي كاملة، وأوضحت للمحكمة وقدمت 7 حوافظ مستندات أثبتت في هذه المستندات أن المستشار رفعت وشقيقه الصحفي الاقتصادي عصام رفعت كان معيناً بقرار من الرئيس السابق مبارك في لجنة التسعير مع حسين سالم الذي يصدر الغاز لإسرائيل، وقدمنا حافظة مستندات تثبت أن الصحفي عصام رفعت كان عضواً في لجنة السياسات مع جمال مبارك وتحت رئاسته، وقلت للمحكمة أنه قد يقال لي أن ما شأن المستشار رفعت وشقيقه الصحفي عصام رفعت، فقدمت للمحكمة حكم أصدره المستشار رفعت ذاته في القضية المسماة بمطار راس سدر أو مطار القاهرة الوهمي، وموضوع هذه القضية أنه كان بلاغ من وزير الطيران في ذلك الوقت أحمد شفيق يتهم فيه 6 من رموز الفساد في وزارة الطيران المدني بالكسب غير مشروع، وكان في هذه الأثناء عصام رفعت عضوا بلجنة التسعير في وزارة الطيران المدني، وكان على المستشار رفعت ألا يفصل في هذه الدعوة وهو يعلم أن شقيقه عضوا في لجنة التسعير في وزارة الطيران المدني، إلا أنه مع ذلك فصل المستشار رفعت في هذه الدعوة وأصدر حكما ببراءة المتهمين في هذه القضية، مما دفع النائب العام المحترم المستشار ماهر عبد الواحد للطعن على ذلك الحكم بالنقد للثبوت. هذا الحكم كلف مصر 6 مليار دولار تم استيفائها من حساب القوات المسلحة في بنك مصر باريس، لأن الفاسدون في وزارة الطيران المدني قد تم تبرئتهم. فدللت بهذا الحكم أن المستشار رفعت من الأكيد أنه يميل مجاملة لشقيقه عصام رفعت. قدمت أيضا للمحكمة حافظة مستندات فيها فتوى من المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة يثبت فيها أن ما حدث من تنحي المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن عن نظر الدعوة التي كان محدد لنظرها جلسة 26/12 وتقصير نظر الجلسة لجلسة اليوم هو قرار باطل وينطوي على خطأ مهني. قدمت أيضا اليوم حافظة مستندات بها دعوة مخاصمة مقامة ضد المستشار عبد المعز إبراهيم ذاته لأنه أخطأ خطأ مهنيا جسيما حينما قبل تحديد جلسة قبل جلسة 26/12، وأكدت على هذا الخطأ بأن المستشار عبد المعز ذاته رفض طلب الدكتور فتحي سرور بتقصير جلسة الرد المقدمة من المحامي مرتضى منصور، وقلت في المرافعة إذا ما تعلل المستشار عبد المعز أن المادة 153 تلزم القاضي بأن يفصل في طلب الرد خلال 30 يوما، لماذا هو وليس غيره حدد جلسة للمحامي مرتضى منصور للفصل في طلب الرد من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر؟ هل قضية رد قاضي موقعة الجمل لها قانون، وقضية رد قاضي مبارك لها قانون آخر؟ لماذا ضغط المستشار عبد المعز على المستشار مصطفى حتى يقوم بتقصير هذه الجلسة وحينما رفض وتنحى عن نظر الدعوة وأثبت في محضر الجلسة وبالحرف الواحد وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول، قال في محضر الجلسة بعد الاطلاع على طلب التقصير ومقابلة رئيس المحكمة قررت المحكمة وبإجماع الآراء بالتنحي عن نظر الدعوة لاستشعار الحرج، ولكم أن تعلموا ما هي الضغوط التي تعرض لها المستشار مصطفى عبد الرحمن. هل التقصير يحدث في قضية رد قاضي مبارك ولا يحدث في قضية رد قاضي موقعة الجمل؟ الدكتور فتحي سرور أوضح في طلبيه بأنه مصاب بمرض عضال وأنه يتضرر من إطالة أمد التقاضي في دعوى رد قاضي موقعة الجمل، وأنه يتوسل للمستشار عبد المعز أن يقوم بتقصير هذه الجلسة، ويرفض المستشار عبد المعز تقصير الجلسة
ويقبل تقصير جلسة رد قاضي مبارك. لماذا العجلة؟ لماذا الغيبة؟ لماذا التصميم من المستشار رفعت على أن يتصدى للفصل في هذه الدعوة؟ أنا أحترم المستشار رفعت وهو شيخ من شيوخ القضاء، وأن هذا الرد ما جاء إلا حفاظا على تاريخ المستشار رفعت. أنا أحترم الصحفي عصام رفعت وهو من كبار صحفي مصر، وأن هذا الرد جاء لدرء الشبهات، لأن الأساس المحاكمة العادلة المنصفة أن يطمئن الخصوم لقاضيهم. المحكمة استمعت لمرافعتي وانتهيت إلى ثلاث طلبات. الطلب الأول أن تتربص المحكمة الفصل في دعوى الرد، دعوى المخاصمة المحدد لها جلسة 13-11 أمام الدائرة 3 مدني. الطلب الثاني أن تصرح المحكمة باستخراج صور رسمية من محاضر جلسات قضية مبارك دون محاضر الجلسات المدون بها شهادة الشهود، حتى ننفذ للمستشار رفعت عذره بأن محاضر الجلسات بها أقوال شهود تؤثر على الأمن القومي. قلت أنا لست في حاجة لأقوال الشهود، وإنما في حاجة لبقية محاضر الجلسات لأثبت ميل المستشار رفعت للمتهمين دون المدعين بالحق المدني. طلب أخير طلبته من المحكمة أن تصرح لنا باستخراج صور رسمية من حكم محكمة الجنايات الذي أصدره المستشار رفعت بتبرئة 6 من فاسدي وزارة الطيران المدني، وضاع على مصر مليارات الدولارات، وخسرت مصر تحكيم دولي لمجرد أن عصام رفعت كان عضوا في لجنة التسعير بوزارة الطيران. وقلت حتى لا يعيد التاريخ نفسه بأن ما حدث في قضية مطار السدر سوف يحدث في قضية في قضية مبارك، المحكمة أمهلتني 5 دقائق حتى أعلم الجلسة التي سوف يؤجل إليها الدعوة وتصرح لي بما طلبته من طلبات. 5 دقائق إن شاء الله وهنعرف تأجلت لجلسة كام.